السير عبد الإله مدكور، بدر بنوم، سند الورفني، وفاء بيزنقاع، ثم في وسط الميدان سفيان رحيمي، محسن متولي، عمر عرجون، وزكريا وردي، والثنائي الهجومي بين ملانكو وعبد الإله حفيظي. اختيارات المدرب المغربي جمال السلامي إلى تشكيلة نادي الزمالك. حراسة المرمى لمحمد أبو كبل، يمين الدفاع أحمد عيد، على اليسار عبد الله كومة، في وسط الدفاع محمود الونش ومحمود علاء، ثم ثلاثة لاعبين في الارتكاز في الجلساتي، طارق حامد وإسلام جابر، ثنائي وسط ميدان هجومي، على اليمين أحمد السيد زيز، وعلى اليسار أشرف بن شرقي، والمهاجم مصطفى محمد بقيادة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو. ماركات ندياي حكم المباراة، سيكون طبعا أمامنا باتشيكو، 30 عام، متوسط ميدان سابقا في اف سي بورتو البرتغالي، أين لاعب له 160 مباراة وسجل 13 هدف. بالنسبة لجمال السلامي 50 عام، متوسط الميدان السابع